كابتن مروان طبعا من على مساء الخير عليكم. طبعا احب اقول لمروان ابن خالي عشان هو اهلاوي طبعا, هو زملكاوي زي ما انتم عارفين. احب اقول له النهارده الف مبروك على 3 بونت على سيراميكا, بس كان مباراه هايله وقدر الاهلي يدوس الفتره الاخيره كده في اخر 10 دقايق ولا اخر ربع ساعه من الشوط الثاني. الحمد لله ربنا كرمه, يعني هو فعلا يستحق المكسب. وطبعا نقول لكابتن مروان الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. الحمد لله 3 بونت, اهم 3 بونت في الدنيا. فرقه قويه جدا, حصان الاسود في الدوري الممتاز, فرقه محترمه جدا, وكابتن هيثم مدرب محترم وعارف يلعب النادي الاهلي ازاي. بس النادي الاهلي طبعا فرق اللياقه وفرق الامكانيات وفرق اللعيبه, فعندنا دقه محترمه والحمد لله على 3 بونت. طبعا بعد الكلام كابتن مروان بيقوله, طبعا احب برضه اساله سؤال كده كابتن, عايزك اخد رايك على الكره اللي اتعمل اللي اتحسبت اوفسايد وكل الناس او معظم الناس شايفها مش اوفسايد, تقول ايه للحكم النهارده في مباراه اليوم؟ والله يا كابتن هي كره مش اوفسايد فعلا, بس يعني الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله على الكل, مش مشكله يعني, اهم حاجه تكون سواء يا كابتن بيعمل. طيب نقول لكابتن مروان, نقول لكابتن مروان الف مبروك مره ثانيه, وعقبال كل لكم بكره ان شاء الله هتلعبوا ميسي. ميسي مين اللي هو؟ احمد سمير. احمد سمير ده. اقول لك على حاجه, انت كده هتخليني ازعل منك, وخلي بالك هتلاقوا احمد سمير هو طول المنطقه. مفيش هو طول المنطقه. انا بحبك كراجل. انا بحبك والله وانت طيب. عارف بس هو ما بيلعبش غير قدام نادي الزمالك. انا مش عارف بقى يا جماعه ليه, يعني انا مش عارف بصراحه ليه. ليه هو الراجل ده اتظلم جوه نادي الزمالك؟ انا مش عارف بصراحه ليه. هو ربك بينصر المظلوم طبعا. طبعا وبحب امس طبعا الكابتن هاني ابو مهند حبيبي, وطبعا بنقول له الف مبروك على الفوز النهارده في النادي الاهلي. احنا الابطال. طبعا فريق كبير, فريق عظيم, واحنا بلد هوا. طبعا شكرا كابتن هاني كده على الكلام الجميل ده, وشكرا كابتن مروان, وعقبال كل ماتش كده ان شاء الله تبقى حاجه كويسه. شكرا ان شاء الله.